بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا من التمهيدات التي ذكرها العلامة جمال الدين الخاصمي بين يدي كلامه على دلائل التوحيد، ونشرع في يعني صلب الموضوع والمطلب الأول في الأدلة الواضحة على وجوده تعالى. يقول: اعلم أن البراهين في هذا المقام تفوق الحصر وتفوق الصبر اللي هو التتبع، يعني كما قيل إن لله طرائق، أي للاستدلال عليه بعدد أنفاس الخلائق. إن لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وللمتقدمين والمتأخرين في تسديدها وتأييدها مسالك مأثورة ومناهج مشهورة، وقد اقتطفت من نفائسها التليدة واستنبطت من عيونها الجديدة ما بلغ 25 دليلا. كل دي يصلح ان احنا نقول عليها أدلة عقلية. وإذا فصلنا بعض الشيء سنفصل الدليل الأول وهو دليل الفطرة، والباقي كله يكون أدلة عقلية. ويبقى هو هنا بيقدم لنا نحو من 25 دليلا عقليا على وجود الله تبارك وتعالى. تقدم إن هذا نوع من التفنن، يعني الدليل الواحد بيقسمه عدة أدلة من عدة زوايا يعني تقرير القضية في النفس وإشباع النفس به. وإحنا قلنا أن المسلك الأفضل في مناقشة الملاحدة هو أن إحنا هنخلي 90% من كلامنا في إثبات وجود الله تعالى، وليس في مناقشة نظرياتهم البديلة، لأنها في الواقع هي ليست إلا نظريات بديلة عندما يعني يتم إصغار النفس من هذه الحاجة الفطرية الموجودة فيها، وهي الاعتراف بوجود الله تبارك وتعالى. هذا الملحد نحن يعني في غنى عن مناقشته، ولكن نحن نريد أن ننفعه. إذا كنا نريد أن ننفعه فلازم يسمع دليلنا وحجتنا بالطريقة التي نحب أن نعرضها. هو يدعي أنه يريد أن ينفعنا، والتاني عايزين نحفظ أن ده تناقض. هو يبقى ملحد يعني ما عندوش أي مرجعية إطلاقا، وبعدين يجي يقول أنا أريد أن أنفعكم. لماذا تريد أن تنفعنا؟ وتبتغي ماذا تبتغي من وراء هذا؟ وما هي نيتك؟ ومن أين عرفت أن نفع الناس شيئا حسنا؟ وما وبأي برهان؟ طالما أنت هتقول هات برهان على وجود الله، يبقى من باب أولى احنا عايزين برهان على ان مبدأ نفع الناس ده مبدأ حسن. ويعني ايه حسن ويعني ايه قبيح؟ كل الدنيا ايه كما يعني قال: وليس يصح في الأذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. فاذا قال ان وجود الله قضية هو يحتاج فيها الدليل، فاحنا عايزين من الاول دليل بقى على انه ايه اللي هو عايز يعمله، ايه دوافعه. ما لكن في النهاية حتى لا نقف عند هذه النقطة، أيضا إذا كنت تريد أن تنتفع فاسمع حجتنا
على الوجه الذي يروق لنا عرضه. وإذا أيضا كنت تريد أن تناظر فأسمع الحجة على، أما أن يجي يمتحننا في نظرية داروين، طيب وقبل نظرية داروين دي البشر كانوا إزاي وعايزين إيه وعارفين عن نفسهم إيه؟ إحنا مش عايزين حد يمتحننا في هذه النظرية، هيمتحننا فيها على ما هي، يعني على ما أخرجها داروين، ولا على التعديلات الموهومة اللي بيقولوها، ولا على إيه بالظبط يعني، إلى غير هذا من الإلزامات اللي ممكن. فإذا أنا أقول له والله أنا عايز تناقش معنا، أنت ملحد، إحنا عايزين ننفعك وأنت تزعم أنك تريد أن تنفعنا. طب أنت عندما نزعم نحن أننا نريد نفعك نقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول نعف، إحنا منسجمين مع قضيتنا، إحنا بنعتقد في وجود إله وبنقول ان هداية الناس الى الحق ده عرفناه عن طريق هذا الاله، او عن طريق الجزء منه عرفناه عن طريق الفطرة اللي انت نفسك برضو بتنكرها، وجزء عرفناه عن طريق ما ارسله الينا الاله، ونبتغي وجهه، نبتغي الثواب عنده، نبتغي مرضاته، نبتغي محبته، وعلى اي كل ده بيؤدي الى طريق واحد، وهو اننا مصرون على ان نعرض حجتنا وأن نعرض منهجنا بالطريقة التي نريد أن نعرضها به. وإذا وفي نفس الوقت فهو أي واحد ملحد مضطر يسمع، طب ما سمعش تاني، برضو عايزين نحفظ الكلام ده، احنا غرضنا الرئيسي ننفعه مش ان احنا نفهمه، وبالتالي احنا مصرين على طريقة العرض ده، ولا هو أصر ما يسمعش يبقى كده هو مش هيسمع، إذا ما سمعش دي يبقى مش هيسمع غيرها من باب أول. تقول له اسمع ديت وهجاوبك على غيرها، لو أنت حريص فعلا إيه؟ أن تنتفع، أو حتى حريص أنك تنفعني، طب اسمع اللي عندي، اسمع اللي عندي عشان تعرف إيه؟ وهكذا. المهم المسلك الصحيح فعلا أن أنت إيه؟ هذا التفنن في عرض الأدلة مهم جدا، آخذ في معظم الوقت أو كل الوقت، ولأن إحنا بنزعم ان اللي يقعد يتدبر في هذه الادله والله هو في دليل الاولاني كافي، هذا دليل الفطر، لكن حتى وان لم يكفه فان تدبر في غيرها سوف يجد الامر ينتهي بفضل الله. فيقول وقد اقتطفت من نفائسها التليده واستنبطت من عيونها الجديدة ما بلغ 25 دليلا، 25 دليل عقلي. طبعا الدليل النقلي احنا قلنا معظم الأدلة العقلية في هذا الباب مستفادة من أدلة نقلية، لكن هي بالنسبة لنا دليل نقلي وعقلي، لكن بالنسبة للملحد يعني هنقوله له دليل عقلي، بس ما نقوله له برضه نقول له ايه؟ انه ورد في الوحي عندنا هذا الدليل يناقشكم به معشر الملاحد. أي إذا وجد أن الدليل قوي، فيه حجة قوية، في ذات الوقت فيه سلاسة، فنقول له ما هو ده من أمرات أن هذا وحي من عند الله، من أمرات أن هذا أريد به نفع الناس. يقول وذلك من فضل الله علينا إذ هدانا لما هو أوضح سبيلا وأقوى مقيلا. وهذا من فضل الله علينا إذ هدانا ما هو أوضح سبيلا وأقوى مقيلا. وكلما ترقى العلم فتح لمعرفة الحق بدليله أبواب، حتى العلم التجريبي كلما الصحيح المنصف أن كل تقدم فيه بيؤكد قضية وجود الله تبارك وتعالى وليس العكس. وكلما ترقى العلم فتح لمعرفة الحق بدليله أبواب، وتنوعت لرواد الحقيقة السبل وتساهلت الأسباب. الدليل الأول برهان الفطرة. يقول إنما جعلنا الفطرة برهانا مع أنها ضرورية كما تقدم، والضروري قسيم النظري الاستدلالي، لأننا نعني بالبرهان هنا كل قاطع محتج به، والضروري وإن لم يبرهن عليه فإنه يبرهن به ويشار إليه. يبقى أول مسألة هم سميه برهان الفطرة، عادي بيقول إيه؟
ما هو ممكن يعترض عليه ان الفطره هي اعلى من البرهان، هي فقال هي يعني، وبالتالي الفطره علم ضروري وهو قسيم ضد يعني قسيم. ما تيجي تقول مثلا ايه الاعداد تنقسم الى اعداد فرديه واعداد زوجيه، هتقول الفردي قسيم الايه الزوجي، يعني ده اللي قصاده انت، كان الشيء كانوا شيء واحد وقسمتهم قسمين، قسيم دي تساوي ضد، يعني التقسيم بتقسم الحاجه الى نصين، فاذا كان هو من ده ما يبقاش من ده، اذا كان من ده او اذا كان من الاخر لا يكون من الاول. اقول طيب هو في احنا عندنا الحاجات اما ضروريه لا تحتاج الى نظر واستدلال، واما نظريه استدلاليه، فانت حطيت لي شيء ضروري في البراهين، قال لان هو هنا بيستخدم برهان بمعنى العام وهو كل دليل قاطع، والضروري هو لا يبرهن عليه ولكن يبرهن به، فاذا الفطره برهان من هذا الباب، انها ايه برهان على وجود الله تبارك وتعالى. يقول ودليل الفطره يؤثره كثير على غيره من الادله، بل هذا هو لغه الشرع وهو طريقه الشرع في الاستدلال في قضيه وجود الله عز وجل بالذات، هي الاستدلال بدليل الفطره. قال دليل الفطره يؤثره كثير على غيره من الادله ويجعله اولاها. واولاها لا لان الجبله لها السبق طبعا فتقدم وضعا، لان ذلك من لطائف نكت المؤلفين في ترصيف التصنيف، وهذا المقام مقام حقائق لا خيالات الظرائف والرقائق. بيقول ايه معظم الناس حطوا الفطره الاول، بيقول مش لان يعني ده حسن ترتيب، لا ده هنا المساله اعمق من مجرد ايه انها تكون حسن ترتيب، لا ده هي مساله معنويه وليست شكليه تكميليه. ماشي، يعني هو بيقول هنا انه مش احنا بنقول الفطره الاول مش لانها من امور الجبله والجبله تقدم يعني مجرد مساله حسن ترتيب، لا المساله بل لان الشعور بوجود الله تعالى والاذعان بخالق قادر فوق الماده محيط من وراء الطبيعه امر غريزي في الانسان مفطور عليه لا تغيره ريب المرتابين. اول دليل الفطر، انت بتكلم اللي قدامك. احنا قلنا العيب الرئيسي للفطره لما يجي الناس تقول له استخدم دليل الفطره يقول لك ما اللي قدام مني سوف ينكرها. لا مش دي القضيه، انا عايز اقيم عليه الحج، عايز انفعه فعلا بحيث ان كان فيه امل ان ينتفع ينتفع، وان كان ليس فيه امل فقد اقمنا عليه الحج. لكن مش القضيه ان انا اوصله لنقطه افحام، انا اقول له انت تجد هذا في نفسك، يقوم يقول لا خلاص هو حر، بس انا هحاول اجلي له هذه الفطره، لان ممكن يكون لا دي حقيقيه، يعني ممكن يكون هو الفطره اللي عنده طمست، او الفطره اللي عنده عليها الصدق. اقول لك ما فيش حاجه اسمها فطره اصلا، دي اهم قضيه على فكره لما نيجي نستعمل دليل الفطره. اقول له طيب انت حق في ابتداء بتعترف ان الانسان او المخلوقات كلها ولا سيما الانسان فيها حاجه اسمها فطره ولا لا؟ لو قال لا نقول له انت كده هدمت الدنيا باسرها، لان هنرجع تاني معاه، انت حوارك معانا ده مين اللي قال لك ان الحوار طريقه جيده لحل الخلافات؟ ما انت اللي تختلف معاه ما تقوم تقتله وتريح نفسك. لا اصل دي همجيه وان المفروض يبقى في اطباء. منين جبت الكلام ده بقى؟ منين جبت اصلا انك ينفع تنفع الناس؟ لابد ان يقر بان هناك فطره، والا يعجز عن اقامه برهان على اي شيء، مش برهان وبس، ويعجز عن اثبات اي شيء معنوي ان الشيء ده حسن او الشيء ده قبيح. طب يعني ايه حسن يعني ايه قبيح؟ طب احنا بشر دلوقتي بنتكلم. طيب يعني هو احنا هيجي يقول نتحاور، يعني ايه نتحاور؟ يعني نحتكم الى العقل. طب مين اللي قال؟ مسألة نحتكم الى العقل دي مسألة فطرية، عشان كده نقول الفطرة قبل العقل. طب لو هو نفى الفطرة نقول له طيب منين انت جبت ان عند الاختلاف نرجع الى العقل؟
هيقول هو ممكن ما يلاقيش إجابة. هي الإجابة إيه؟ إن أنا كإنسان سين من البشر حسيت جوايا بهذا الأمر، جيت أتكلم معاك لقيتك أنت كمان كده، طب الثالث الرابع العاشر، طب اللي قبلنا بمئة سنة، طب اللي قبلنا بقرنين ثلاثة، طب لقينا كل البشر بيلاقوا جواهم لما يختلفوا يحاول كل منهم أن يقيم البرهان، أو حتى أصلا هم ليه بيختلفوا؟ إن هو وجدوا في نفسهم ضرورة النظر. دي قالها في التمهيدات. انت بتلاقي نفسك كانسان، ده الطفل الصغير اللي انت لسه ما علمتوش حاجه خالص، هو جواه حاجات انت مش، هو مش قادر يعبر عنها، ما بيعرفش يتكلم، بس هو عرف ان ايه الام هي مصدر الغذاء. ده ممكن تكون اما فطره، وده حقيقي ان هو مولود جواه حاجه بتقول له انت الشعور، اللي هو بعد كده هيعرف ان اسمه جوع، هو لسه ما عرفش الاسم لان اللغه بتكتسب، لكن الشعور اللي احنا بنسميه جوع ده هو بيبقى عارفه وعارف ان علاجه ان يطلب ثدي امي. طب خلي ان الفطره دي مش جواه، على الاقل بعد اول مره عرف دي، فبدا يستنتج. اذا هو قدامه، هو استعمل عقله شاء ام ابى. اول ما يبتدي يتكلم انت تفاجأ انه عنده حاجات ترسخت لديه. ولما يلاقي مثلا طعام موجود في البيت يقول مين جاب ده؟ هو مين قال له ان في حد في الدنيا بيجي طفل وهو لسه صغير عنده سنتين ولا حاجه بيقول له ان الشيء اللي يوجد لابد له من موجد؟ ما حدش بيقول له كده، سواء شايف البيت في حاجات موجوده في البيت على طول تلاقيه ما بيسالش عنها. يعني عقله لسه ما جابوش انه يسال الميه مثلا بفتح العنا فيها ليه الميه بتنزل. او انت ممكن تكون لو حد عاصر بعض المخترعات في بدايه نشاتها تلاقي ناس كانوا مستعجبين، يحكوا لك ازاي كانوا مستعجبين جدا من الراديو، انما الطفل اللي طلع لقى الراديو لا يعني خلاص اعتبروا ان ده شيء موجود ما بيسالش عليه. لكن بيسال يجي يلاقي في البيت شيء مادي، الادراك يجيب كده ان شيء مادي لم يكن موجود ثم وجد، هتلاقيه بيسال عليه مين. فاذا ايه خلاص انت ضروره وجدت البشر يستعملون عقولهم. القضيه دي ان احنا ندرك ان في شيء ضروري موجود، عايز يقول ما فيش هيعجز، ما فيش داعي نكمل كلام يعني، هو هيعجز عن اثبات ان في حاجه اسمها مبادئ، هيعجز حتى عن تفسير. طب الطفل الصغير ده منين رجع لعقله ليه؟ هو مين قال له انه هو ضروره وجد نفسه بيستنتج حاجات؟ اللي على قد عقله وكل ما عقله يكبر يتسع لاستفهامات اخرى ويبحث عن اجابات، لكن وهو صغير من غير ما انت تقول له لقى ان في حاجات ما بتبقاش موجوده في البيت ثم توجد، فعرف ان في حد بيجيبها، بيقوم لما مره يلاقيها موجوده من غير ما يشوف مين جابها يقول دي جت مين جابها. طب هو محتاج حاجه يقول عايز يشوف بقى الشخص اللي هو اتعود انه بيجيبها يقول له هات الحاجه الفلانيه. هو استخدم عقله وكون شويه قواعد عن قواعد عن ربما عن الحياه ككل، او حتى على الاقل على نظام اسرته، مين بيجيب له الحاجه ومين مين بيعد له الطعام مين. احنا بقى السؤال اللي قبل كده هو مين قال له يرجع لعقله؟ ولا هو كانت دي حاجه واحد رجع لعقله وواحد ما رجعش؟ ولا كل الاطفال بيلاقوا نفسهم بيمروا بنفس التجربه انهم يجدوا ضروره انه بيرجع لعقله ويكون تقريبا نفس الاستنتاجات؟ وبالتالي هو يعني الاطباء وعلماء التربيه بيوصف لك المعدل الطبيعي، الطفل في المرحلة دي المفروض يعمل ايه؟ وبعدين لو يقول لك لو اتأخرت قوي عن المدى المتوقع يبقى في خلل في عقله. يعني هو الطبيعي في عقل يبقى في مع العقل حاجة غير العقل بتقول للإنسان اوتوماتيك يرجع إليه. هم البشر كلهم طلعوا لما لقوا نفسهم بيستعملوا عقولهم منذ اليوم الأول. الله اعلم الجنين في بطن امه يعني ان هو فدي حاجه جواه. يبقى اذا في حاجه اسمها فطره، الفطره قبل العقل
أنا هنا مش بتكلم على أن من الفطرة وجود الله، ده مسألة تانية، بس أنا عايز أثبت مع الأول إيه؟ أنه يوجد شيء اسمه فطرة، وإذا هو نفاء، وخد بالك ده بعيد عن المباحث اللي هي اللي بيبحثها علماء التفسير أو علماء العقيدة في الميثاق الأول كيف كان، ولا ده هنا دي مسألة، لأن القضية هل كان في ميثاق والفطرة أثر ذلك الميثاق، هل كان في ميثاق يعني في عالم الغيب أو بعد خلق آدم عليه السلام والفطرة أثره، أم إن الميثاق المذكور في قوله تعالى أخذ ربك من بني آدم ذرهم ذريتهم، ده ميثاق الرسل اللي حال الحياة، إن اللي ده خلاف طويل، لكن هذا القضية هنا بعيدا عن هذا الخلاف، احنا بنتكلم في أن كل العقلاء يقرون بأن هناك شيء اسمه الفطرة. ممكن اختصارا أو إهمالا بيخلوها ضمن القضايا العقلية، لا بأس، بس هتعتبرها هي رأس القضايا العقلية، هتعتبرها أعلى درجة، لكن هي أعلى بالفعل من الإيه؟ من أن تسميها قضية عقلية، لأنها ضرورية مش نظرية. اللي منها أنك أنت تستعمل النظر، يعني مبدأ استعمال النظر ده مبدأ فطري وضروري، وبالتالي عشان كده بنقول إيه؟ الفطرة ضرورية وهي أعلى من النظر، لأن من جواها لقينا كل البشر للطفل من يومه الأول عندهم شيء بيقول لهم استعملوا النظر بدون تلقين، بيلاقي نفسه بيستعمل النظر. استعمل طبعا حدود هذا النظر بيختلف مع النمو العقلي وبيختلف مع نمو الحواس، لكن مبدأ انه بيستعمل النظر ده مبدأ موجود. اقول لك ايه الفطرة، يعني كده لو هتيجي تشبهها في الكمبيوتر، يعني تلاقي في حاجة، يعني دايما الناس ايه بص على البرامج اللي بتستعملها، وبعدين لا اللي عارف شويه يقول لك لا ما هو اصل البرامج دي واقفه على نظام تشغيل معين فلازم البرامج تكون معدل، لا فيما هو الجذر خالص بقى اللي هو لو شلته الجهاز ده يبقى حته حديده، هو الايه الروم، او ده الجزء الرئيسي من نظام التشغيل، لازم اللي يعمله المصنع نفسه، مش عام يعني مش اللي بيعمل نظام التشغيل حتى، يعني انت الجهاز الواحد يحتمل انه يشغل اكتر من نظام تشغيل، لكن نظام القدر الضروري جدا من نظام التشغيل ايه؟ جاي مع الجهاز، جاي جواه، ما بيتمسحش، ما بيتغيرش، والباقي بيبني عليه. يعني قد يكون ده نوع من التقريب، والا فالامر اوضح من هذا. اوضح من ابي وبان جدا بقى فين؟ في المخلوقات اللي حدود استعمال النظر عندها اقل، يعني الانسان كرمه الله بنعمة كمال العقل مقارنة بالمخلوقات التانية، فالمخلوقات التانية بتيجي بتولد او تخلق يوم تخلق وتقريبا عندها المعرفة الضرورية، كل معرفة شبه ضرورية، يندر جدا انك تلاقي عند غير الانسان معرفة نظرية هيعرفها مع الوقت، هيستنبطها مع الوقت، لا ده هو بتلاقي الكائن مولود عارف ياكل ايه وما ياكلش ايه، تلاقي الحمل الصغير عارف ان الذئب عدو، وتلاقي بقى حتى في الحيوانات المفترسة درجات القوة والتفاوت بينها، بتلاقي عارف انه يخاف من ده وما يخافش من ده، وهو بالنسبة لده يعني اقوى منه او انه يقدر يخوفه، وساعات تلاقي سبحان الله عشان برضه ان تلاقي انه يبقى مفطور المخلوق مفطور على حاجة عكس الاسباب المادية، تعرف ان دي هو نازل بيها، يعني الذئب مفطور على الخوف من الكلب، المفروض الذئب اقوى من الايه؟ من الكلب. الذئاب الى يومنا هذا، وده يمكن احد الحاجات اللي ممكن ترد بيها على نظريه داروين، الذئاب الى يومنا هذا ما اكتشفتش السر ده، يعني الذئاب الى يومنا هذا تخاف من الكلاب، مع ان ده شيء خلاص اي حد
انت كإنسان عندك نظر تستعمل النظر بتاعك تلاقي الذئب معاه أدوات أكثر فتكا من اللي مع الكلب، مش كده؟ بس انت بتغفل هنا الجزء الفطري، هنا هو جواه انه بيخاف من الكلب، اسمع نباح الكلب يخاف بدون ما يرى شكله، بدون، فده جزء ايه من الفطره كده، هذه الاشياء تؤكد الفطره ايه بعض الشيء كما ذكرنا. فمهم جدا احنا نعرف انه هناك شيء في المخلوقات اسمه فطره، وان هذا الشيء اعلى مرتبه من العقل وهو اصل له. لما بنيجي نتكلم بقى في النظر العقلي هم يستعملوا حاجات زي ايه؟ الكل اكبر من الجزء، يقولوا دي ايه برهانك عليها؟ يقول دي ضروريه. يعني ايه ضروريه؟ زي اقول لك كده، يقول لك سين من الناس يجد دي في نفسه ان دي قاعده مسلم بها لا تقبل النزاع، فيجي يتكلم مع التاني يلاقيه بيقول كده، والتالت والرابع والخامس والسادس، يبقوا يجد شعور جواه، مش شعور جواه منفرد. ما ممكن يقول لك ما واحد بيتوهم، لا، ما هنا بيبقى بنكتشف القضايا الفطرية الضرورية بأن الإنسان بيجد هذا في نفسه، ثم يجد أن عامة البشر يوافقونه على هذا من غير ما يقعد يجادل معهم ولا يقنعهم ولا يقنعوه. مش ان مثلا واحد عمل فرض وبعدين قعد اقنع بيه البشريه بحالها، لا، ده هو ايه، كل واحد بيلاقي في نفسه هذا الامر. اذا جيت تطبق ده على وجود الله هتلاقي خلاص الملحد ده على جنب. انا اقول لك هاب ان واحد، احنا بنقول ان البعض بيجد ان الناس بيتكلموا على قضايا ضرورية وهو لا يجدها عنده، فبيبتدي يتساءل ايه المشكلة. يعني وده بمعظمه بقى راجع للحواس، لقي كل الناس بتقول انها بترى في الضوء هو لا يرى، ولا ده انت عندك ايه مشكلة في الحاسة، يدرك ويبتدي ينصاع للأصل، فيبتدي يعترف ان هو عنده مشكلة، وإلا هيعكس الدنيا بحالها، هيعترف ان هو اللي عنده مشكلة. البشر كلهم يدركون في الضوء، يوم هو يسأل من يدرك ويبتدي يستعيد يعوض دي بحاجة تانية. فنفس الأمر هنا، ان البشر كلهم احنا بنقول للملحد انتم كنتم ولا زلتم وستظلون نسبة محدودة جدا. فانت احد الحاجات اللي تخليك تتوقف، هتلاقي الناس كلها بتقول انها تجد في نفسها ضرورة ان لها خلق، مش برهانا. البرهان ده موجود برضو، ما احنا قلنا ايه، هو دلوقتي القاسمي رحمه الله قال لنا انه عنده كام دليل؟ 25 دليل. في واحد اعلى من البرهان اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، اللي هو دليل الايه؟ الفطر. اللي بعد كده براهين هناخد وندي معاه في الكلام، لكن احنا دلوقتي بنقول له والله احنا لقينا نفسنا كده، يقول لك ما يمكن انت واهم. اقول له ماشي، طب انا لقيت نفسي كده، والتاني والتالت والرابع والخامس، واللي عايش في غابات افريقيا، واللي عايش في اعالي الجبال في زماننا وفي الزمن اللي قبله وفي اللي قبله وفي اللي قبله، حد اللي سمع عن قصة حي ابن يقظان اللي هم أخذوا منها بعد كده الغربيين قصة ايه اسمها ايه طرزانة، هي القصة بيحاول، يعني بغض النظر عن تفاصيلها لأنها ممكن تكون، بيحاول يقول الطفل او يتصور، أو هي بالفعل كده، هي طبعا رواية خيالية، بيتصور انسان لم يكن معه الا فطرته،
عايز يستبعد جانب التلقين، هو بيخاطب الايه الملحدين، فبيقول له انا عايز اتصور جدلا كده وعيش معايا القصة وتخيلها انت كمان. عايزين طفل عزل تماما عن التلقين، معاه ايه؟ فطرته وعقله وحواسه. طبعا يعني اللي هي الحاجات الأساسية عشان يبقى إنسان، كيف رأى الأشياء وكيف استنبطها وكيف عرف أو تدبر فيه. دي تقريبا هتلاقي فيها إيه برضو الحجج كتيرة جدا على إثبات وجود الله تبارك وتعالى بهذه الصورة. فالقضية هنا إن إحنا بنقول للملحد نحن نجد في أنفسنا الثقة بشيء مش برهاني غير بقى البرهان، يعني انت بيدخل الاثنين عندك فانت مش عارف مين كان اصدق من الايه من التاني، لكن بلا شك ان كان في شيء ان المعرفة الفطرية الضرورية اسبق، فتقول له انا وجدت ده ولقيت البشر كلهم عندهم ده على اختلاف شعوب الارض، حتى الامم اللي يبدو انه ما جالهاش رسول. طبعا احنا عندنا عقيدة وامم من امتنا قد خلا فيها ايه نذير، لكن في تراث شعوب وصل لنا يقول ان كأن الرسل بتوعهم اندثرت اخبارهم، فبقوا دول بيتكلموا ايه الحد الادنى من الديانات في الارض ان في خالق، بل في حد ادنى اخر هو قدر ده، عشان ده معنى كلمة دين. لك احد الدراسات يعني ممكن يعني ما قلناش ايه الكتب اللي ممكن نعالج منها القضية دي، احنا اخترنا هذا الكتاب، هي القضية لها فروع كتير. احد الفروع اللي ممكن يعتبر تمهيد خالص ماذا تعني كلمة دين، وذلك في كتاب رائع عبدالله دراز بعنوان الدين يعني ايه دين. احنا لقينا كل شعوب الارض عندها ايه؟ عندها دين. طب يعني ايه القدر المشترك؟ طبعا ما احنا شرينا من عايزين نتكلم على دين عالمي موحد ولا ده، احنا من باب الاستدلال ان قضية فطرية ضرورية. طبعا كل الاديان باطلة عدا الدين الاسلامي، كان بيقول الاديان الباطلة دي منها اديان سماوية او اصلها سماوي، فحيقول اه ما هو من نفس المصدر بدين. لا، وفي اديان أرضية تماما، وفي فلسفات وضعية، ودول اتفقوا على لو استبعدت الفلسفة الوضعية دول ان كل الامم تفقد انها يبقى عندها دين يقول ان في خالق وانك محتاج تتقرب اليه بطريقة ما. عشان كده حتى جت كلمة الدين في الايه في اللغة العربية واللي تعني الخضوع. فكل كل شعوب، ويعني ذلك احنا بنقول ايه قضية الالوهية قضية فطرية هي الاخرى، بس كم اللبس والتشويه اللي طرأ عليها اكبر من قضية الايه الربوبية، لكن قضية الالوهية فطرية هي الاخرى. من دلالة هذا على كل شعوب الارض بيقولوا انه لهم خالق، وبيقولوا انهم يجب ان يخضعوا له بطريقة ما. أكثر هذه الأديان تسيبا وبعدا عن الأديان السماوية اللي بيقولوا والله احنا الخالق ده وضع بركته في مخلوق ده بعد، وإن المخلوق ده عايز منهم قدر من الاحترام يظهروه له، فبيقوم الدين عنده ما فيهوش لا حلال ولا حرام، في انه يعرف انه مخلوق وانه ارضاء الخالق بانه يعظم بوذا، بس خلاص هو ده الدين. الدين ما فيهوش حاجه اكتر من كده خالص، يعني ما فيهوش اي شريعه وما فيهوش اي عباده، حتى العباده الوحيده عندهم هي اظهار الاحترام لبوذا بالطريقه اللي تعجبك، يعني حتى ما فيش عباده لها ايه لها وصف. لكن ده الحد الادنى اللي لقيناه عند شعوب الارض، ان هو القدر ده بقى لما يوجد عند كل شعوب الدنيا من غير ما يلقينه حد للتاني، فده ايه القدر الفطري. يعني احنا لقينا البشر كلهم كده، يقول طب خلاص انا مش لاقي الدنيا كده، نقول له ما زي الاعمى
اللي مش شايف ضوء الشمس، وزي الأصم اللي مش سامع. ما ينفعش يقول للبشرية كلها تغير نظريتها، ولكن هو لازم يعترف ان في حاجة اسمها كلام، ان الكلام ده هو وسيلة التواصل الرأسية بين البشر، وانه عاجز عن ادراكها فلازم يستعيد عنها عشان يدخل في زمرة البشر. وإلا لو تصورنا إنسان، يعني طبعا بلا شك لازم نستصحب هنا أن الأمراض الحسية ابتلاء من الله تبارك وتعالى، لا يلحق بصاحبها ذم بل يلحق به مدح إن صبر عليها وتعايش معها. يعني دايما في الباب ده بتبقى الأمثلة بحاجات إيه حسية، فمن ابتلاء الله تبارك وتعالى بمرض حسي ويعني صبر عليه فهذا أجر له عند الله تبارك وتعالى. طبعا فرق شاسع بين هذا وبين الملحد، ولكن هذا أمر بنضطر إليه كنوع من ضرب المثل. لو تخيلنا إنسان يعني أعمى أو أصم أو أبكم أو جمع بين هذا كله، ومصر إنه ما يعترفش بإنه هو العكس بقية الناس. ليه الأعمى بيعيش وبيعيش في كتير من الأحيان كالبصير، والأصم لأنه اعترف بالمشكلة، فبدأ يقول طب يا أخوانا كيف أتواصل معكم وقد فقدت طريقة التواصل الرئيسية. هنا إيه؟ اعترف بأن اللي مش ممكن يكون هو اللي صح والناس دي كلها غلط، أو يعني أن البشرية مفروض كلهم يعموا نفسهم أو إلى غير هذا. بل أنت تعال شوف بقى العكس، عشان برضو لو حد عنده حاجة عالية شوية بيعالجها، ما ينفعش عشان يعيش زي بقية الايه. يعني لو انسان درجة احساسه عالية شوية ولما يجي يحط ايده كده على المكتب ده يصرخ من الالم، لازم يتعالج، مش عارف يعيش. طب ما دي درجة حساسية، ده راجل مرهف الحس. لا، ما هو عشان يعيش مع بقية البشر لازم يكون ايه زيهم، لانه هيحتاج يقعد ويتكلم ويشتغل ويشيل حاجة ويمسك ده ويمسك الم. يبقى لازم لو لقينا انه درجة احساسه ده، دي يسموها ايه، حتى نفسيا يقول لك الانسان المثالي، مرض نفسي اسمه المثالية. هو في مرض ايه المثالية؟ لان لو انسان ما بيتقبلش انه الكتاب الورقة دي متنية شوية كده، فخلاص مش هيقعد، مش هيدي الدرس بقى ولا هيعرف يتكلم، لازم يقعد يعدل فيها ويقعد انتوا قاعدين لو يعني نسأل الله العفو والعافية. طبعا لازم يبقى مرض ده. طب الراجل بيعمل حاجة كويسة؟ لا، ما هو هنا شيء طبيعي ان ممكن انا هلاقي مشكلة. لو ان انسان بيعتبر ان المشكلة دي ان الورقة اللي قدام منه متنية او ان الاضاءة مش قوية او فيقوم معطل الدنيا، كأن في، لانه لو في مثلا خطر في كذا، طبيعي ان احنا نعطل شعورنا كله مع بعضه ان ده امر يستدعي ان احنا نتوقف عن اللي احنا بنعمله وننطلق الى هذا الخطر. لكن لما يبقى انسان لوحده شايف انه ممكن يوقف الدنيا لشيء هو لوحده اللي شايف ان ده عائق، بقى هو كده خارج نطاق الايه البشر. فيبقى هنا الانسان لما بيلاقي نفسه ماديا او نفسيا خارج نطاق الطبيعي بيطلب العلاج، مش العكس، مش بيطلب الناس تبقى زي التاني. بنقول للملحد الناس دي كلها بلا تلقين، بلا اللي وجدت في نفسها ضرورة وجود الله. الأمم دي كلها وجدت في نفسها هذه الضرورة، وهو وانت معترف ان في حاجة اسمها فطر. لأنه ممكن يقول لك لا أنا مش معترف أصلا إنك لقيت حاجة في نفسك. المخلوقات دي كلها اللي السمك اللي بيتبخ يهاجر، والطير اللي بيفقس يهاجر، والطفل اللي بيتولد بيطلب الثدي أمه، كل الكلام ده. وما هو أعلى من هذا إنه بعد عمره ده كله في قضايا مش هيعرف يقول إن هو تلقنها. يعني خلاص هو مش معترف بالكلام ده كله. اقول له خلاص انت لقيت ما عرفتش حاجة في حياتك الا اما بالنظر او التلقين. طب مين قال لك ترجع للنظر؟ طب مين قال لك ان التعلم حاجة كويسة فبدأت تتلقن وتتلقى ما تلقنه ابتداء؟
يبقى هيعترف ان فيه فطرة. طب طالما اعترفت ان فيه فطرة امامك ان فطرة جميع الخلق بتقول كده، يبقى اذا انت وجدت خلاف هذا تيجي بقى معترف انك عايز العلاج. بالمناسبة بعيد عن هذا الموضوع كان هو قريب منه، ساعات كتير بينفذوا على بعض. كان زمان في الطب النفسي بيعتبروا الشذوذ الجنسي مرض، يعني بيعترفوا ان في انسان يجد في نفسه ميل غير طبيعي، ميل الى ذات الجنس، فبيقولوا ده مرض، فيقنعوا انه مرض. الاول لازم المريض يقتنع انه ايه، عشان تتواجد هذه الرغبة للعلاج، سواء علاج نفسي ومعنوي او حتى علاج كيميائي. ما هو مش هياخد مش هيروح يشتري الدواء وياخد غير لو معتقد ان في ايه، ان في مرض. وكان هو الطب كده انهم بيقولوا يوجد ده انتكاس في الفطر، مش بينفوا انه موجود لانه بيجيله الحاله بتقول كده، وبيقول له ده ايه، ده مرض. طب ليه مرض؟ يقولوا لان كل البشر طلعوا عبر التاريخ، ده بقى يعني غير مسألة الدين، يجدوا ان الميل للجنس الاخر، والميل للجنس الاخر ده له فوائد كتير، غير يعني ده جزء النظر بعد الفطرة، مع دايما الفطرة تبقى مؤيدة بالايه، بالنظر. والدين يعضد هذا كله، ده كأحد الاستدلالات اللي بتستدل بيها على صدق الدين، انه يدعو انه يكون بيدعو لما يوافق الفطرة والنظر الايه السليم. طيب فيقول له النظر يؤكد ان ده مفيد، لكن والنظر يقول ان العكس له اضرار طبية واضرار اجتماعية ولو كذا الى غير ذلك من الامور. طبعا تحت ضغط، ما اذا كان بقى في حد بيدافع عن الالحاد فمن باب اولى، والعجيبة هم يعني ان حد يدافع عن الايه، عن الشذوذ الجنسي، يبتدي يقول لك مين اللي قال لك؟ اذا كان هذا الامر نادر، اذا هو نادر، هم بيعترفوا ان هو ايه؟ نادر، ليه يبقى وحش ما دام نادر؟ اقول له خلاص، احنا الاول انت اعترفت انه خلاف الايه؟ خلاف الاصل، وبعدين وجدنا بالنظر لو قبل لو هم مشغولين بالدين ان هذا انه خلاف الاصل ومضر. ممكن يقول لك طب لو واحد اشول يعني هتعامله زي لا، بنقول له ده خلاف الاصل بس ما لقيناش ضرر. وجه الدين ما مجرد الدين يمكن قال لك ايه؟ حاول تشرف اليمين، لكن ما قالكش لو في شغلك او في الاعمال الشاقه وانت معتاد تستعمل الشمال ما تستعملهاش، لكن في الحاجات الشريفه ولو بالتمرين حاول تستعمل الايه؟ اليمين. ففي فرق لا هنا يبقى فكان زمان عندهم الشذوذ الجنسي مرض، بيعترفوا بوجوده كحالات نادره بس بيبتدي يحاصرها ويطالبها بالعلاج. دلوقتي لا، هو بيعمل الحاح انها تكتر، وبيقول للي ما تواجدش لدي المرض ما تجرب، بيحاول يزود المرض شويه. ومع هذا يفضل الناس اللي سواء اللي كان عندها الانحراف لاسباب اجتماعيه او غيرها، او اللي قالوا لهم جربوا فجربوا او كده، يفضل معذب. وبتوع الجريمه يقول لك شذوذ يساوي جريمه قتل متوقع على طول، نتيجه ان ايه؟ انهم عاندوا الفطره. هم نفسهم كان في وقت من الاوقات بيعترف ان وجود هذا الشذوذ لا يعني انه ليس مرضا، بالعكس كونه نادر جدا وخلاف الاصل يساوي انه مرض ويساوي يمكن علاجه حينئذ. اول خطوه في العلاج الاعتراف بالحق، اقول له ده زي ده، واقول له العجيبه ان اللي بيدافعوا عن ده تقريبا هم اللي بيدافعوا عن ده، يعني ثمة ارتباط وثيق بين الاثنين. يعني جاء ان احنا يعني قطعنا شوط كبير في قراءه كلام القاسمي بس عشان نبقى فاهمين قضية الفطرة، وإن محدش يقدر يقول مفيش فطر. والأمر الثاني إن حينئذ
احنا نضع استعمالها في قضية الربوب. طيب يقول: بل لأن الشعور بوجود الله تعالى والإذعان بخالق قادر فوق المادة محيط وراء الطبيعة أمر غريزي في الإنسان مفطور عليه، لا تغيره ريب المرتبين ولا تزلزله شكوك المشككين، لأنه عقد عقد في المرء طبع عليه جنانه وتأثره لسانه وبيانه، ومن أثره ما يرى من انطلاق الألسنة في الكوارث. ده هنا أحد، احنا قلنا دايما احنا في هذا الباب هنستعمل أدلة عقلية لأننا أمام حد ايه مش مؤمن بالوحي، مش كده؟ لكن يفضل في أدلتنا العقلية ان احنا نقدم الأدلة العقلية التي جاءت في الوحي لأنها أكثر إقناعا. فمنها الوحي استدل على الناس بإيه؟ بالفطرة، ونبه اللي فطرتهم حصل لها حاجة، قال له طب ما تشوف نفسك كده في حالة يذول. ما احنا عايزين نتكلم على الفطرة، عايزين ايه؟ نذيل اثار النظر والتلقين ونتكلم على الفطرة بس، صح؟ احنا كده ادعينا في تقريرنا اللي احنا قلناه ان الفطرة قبل النظر، ومن باب اولى قبل الايه؟ قبل التلقين والتعلم. فاللي قدامنا بيعاند، قول له طب ما نقدر، مش انتوا بتوع منهج تجريبي؟ ما نجرب. نجرب ايه؟ نقول له عايزين الفطرة لوحدها. على فكرة ده الايه؟ المنهج التجريبي المعتمد دايما. ما تجي عايز تتكلم على عامل، حاول ايه؟ تستبعد وتحيد العوامل الاخرى. طيب هنعمل، هنجيب انسان لسه مولود مثلا، مش يعني طب هنكلمه ازاي؟ انا لا فهمنا الشرع الاولى في حالات بتنسى، انت كانسان بتنسى التلقين، وانت كانسان بيحصل لك نوع كده من الايه، بالتعبير بقى الكمبيوتر دلوقتي، المخ بيهنج، نوع من الاغلاق عن النظر المترتب على مقدمات ونتائج والكلام ده. ما انت هتتصرف ازاي ساعتها؟ بالفطر. يبقى نقول له احنا نقدر نشوف كده لما نبقى في موقف دع التلقين نسيناه والنظر مش قادرين عليه. يعني من الحاجات الظريفة جدا يعني خبر كده من الاخبار اللي بتيجي في بعض الايه حاجات من باب الطرائف. واحد كان واقف على مبنى مرتفع عايز ينتحر، فالشرطي قال له انزل اضرب عليك النار، راح نازل. يعني هو هنا الشرطي استعمل ايه؟ الفطره، انه حاول يحطه في وضع ان لما تلاقي مخوف تعمل ايه؟ تتفاداه. هو الراجل عايز ينتحر، طب ما كان يسيبه يضربه بالنار. طيب لا، لو هو يعني راجل متمرس نفسيا على الانتحار كان ممكن يتنشن ويقف يستنى ايه؟ طب اضربني بالنار. لكن هو استعمل معاه هنا انه ده دليل ان في مواقف فعلا ايه؟ الفطره بتبقى هي بس اللي شغال، الا الشخص ده ما كانش يتراجع امام تهديده بالقتل، طب ما يقتله. لكن هو هنا حطه في جو الخوف الطبيعي. هو بيخاف من ايه؟ بيخاف من اطلاق النار، من صوت الشرطي والتهديد باطلاق النار و فمع هذا التهديد هو مش بيفكر، هو راح متراجع عن اللي هو فيه. فاذا الشرع ارشدنا الى خاطب الملحدين وخاطب المعاندين: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا. قال لهم شوفوا نفسكم كده لما بتبقى في لحظة ارتباك شديدة جدا، تفتكر الأصنام؟ الأصنام دي تلقين أو عاد، ممكن تكون أقل من التلقين شوية، يعني أنت اللي طلع ما سألش، لكن هو حد اخترع لهم مش دول صالحين؟ طب لما نحط اصنامهم، طب الصنم يبقى معاك، طب انت تحط الصنم حوالين الكعبه، طب لما تيجي تسافر تاخده معاك، طب ما خدتش معاك نسخه
طب ما تعملوا من العجوة. وقت الجد بيجري يدور على الصنم اللي هو شايله في السفينة جوه، ولا بيقولوا اعملوا لنا من نفس الامر ده؟ طبعا واضح انها قصة في الاناجيل، واضح انها محرفة عن، اما ملهاش اصلا واما هي محرفة عن قصة صحيحة استعمل فيها عيسى عليه السلام ايه معهم الادلة الشرعية في انهم يرجعوا الى الله تعالى. مشهورة القصة اللي بيذكروها عندهم من الأدلة على ألوهية عيسى عليه السلام، وطبعا هي تبقى هي دليل على كل، هما بيجيبوا كل المعجزات. الاستنباط الصحيح انك تقول ايه؟ هذا عبد مؤيد، لانه العبودية واضحة، العبودية مش ما فيبقى. طب وإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبصار، يبقى هو عبد المؤيد إيه؟ من عند الله. خلاص القصة بيقولوا إنه كان الحواريين مع عيسى عليه السلام في مركب، وكان عيسى عليه السلام نايم. ما هو ده الشاهد، هو كان نايم والريح هاجت، فهم راحوا إيه؟ يصحوه، قوم يا إلهنا الريح هاجت وهنغرق. فعلى هذه الرواية إيمانكم راح فين؟ ثم أمر الريح أن تسكن فسكنت. طبعا هي القصة دي غالبا هتكون حصلت، أو يعني وهو كان نايم، يبقى ما مش إله، ما كانش عارف إن الريح هاجت، بس أمرها فسكنت. لأنه عبد إيه؟ مؤيد. الشاهد هنا إن عند الاضطراب الإنسان بيرجع بينسى التلقين كويس، وفي أحيان كتيرة بينسى النظر وتتحرك الفطرة. هو بيخاف من إيه؟ يشوف حاجة مخوفة يجري. هو بيثق في إيه؟ فعندنا وقائع لناس ملاحدة، الملحد ده يصدق او ما يصدقش 100، بس انا بقول له في ناس ملاحده، وقائع مشهوره انا مش حافظها صراحه لكن موجوده، اللي مهتم هيلاقي انه في موقف اضطراري طياره بتحرق، يلاقى نفسه بيقول يا الله باللغه اللي ايه؟ باللغه بتاعته. موجود وقائع كتير ايه من هذا، بلاش. احد العلماء بيحاور حد من هؤلاء الملاحده، بيقول له انت لو انت في البحر والسفينة غرقت وانت في قلب المية وما لقيتش حد تستجير بيه، بتوقن بالهلاك ولا بتأمل النجاة؟ بيظل عندك أمل في النجاة؟ قال له بيظل عندي أمل في النجاة. قال له هو ده بقى ايه الفطرة اللي جواك، ان انت مش شايف حاجة خالص، بس ايه قد يسبب الله عز وجل سبب، فده بقايا الفطرة اللي جواه. فإذا الشاهد هنا احنا بنحتج بالفطرة، وبعدين أحد طرق الاحتجاج على منكر الفطرة بقى ده هو ده، بقول له طب أنت، أنا احنا بندعي إن التعليم بيجي من الفطرة ومن النظر ومن التلقين، وبندعي إن في فطرة وإن الفطرة دي فيها وجود الله تبارك وتعالى، وان ممكن التلقين زي ما الحديث ايه ما من مولود الا ويولد على الفطره، فاباواه يهودانها او ينصرانها او يمجسانها. نقول له التلقين ممكن يجي يكتم الفطره، فاحنا عايزين نعمل تجربه يبقى فيها الفطره لوحدها. برضو المشاهد ان عند حالات الخوف الشديد بيتحرك زي بقى بيقولوا العقل الباطن، تتحرك الفطرة، هي اللي بتبقى محركة للإيه؟ للإنسان، وليس ما تلقى بالتلقين أو قياساته العقلية الخاطئة، ولكن بيرجع إلى شيء أقرب إلى الفطرة. في الشرع قال للناس طب تأملوا في أحوالكم، تأملوا في أحوالكم عندما يعني تكونون في هذا الوضع. يقول
ومن أثره، من أثر هذه الفطرة، ما يرى من انطلاق الألسنة في الكوارث وما تندفع إليه في الحوادث من اللجوء إليه والتضرع في دفع ما يمسها عليه انطلاقا وتضرعا لا يرده رات ولا يصده صاد. ولو قيد لسان المضطر أو إيفا أو أصوات آفة يعني لنطق جنانه وأفصحت أشائره وأركانه ووجد حرارة تدفعه إلى بارئه وتضطره إلى الاستكانة لمنشئه، حالة لا تزعزع رواسبها عواصف الشبهات ولا تميل رواسخها رياح التمويهات، ولا جرم أن هذا الشعور لا صنع فيه للبشر ولا كسب فيه بتقليد ولا نظر. قلنا إيه؟ أنا عندي الفطرة والنظر والإيه؟ والتعليم أو التلقين اللي هو بالتقليد أو بغيره. التعليم ساعات يقنعك فيبقى هو كأنه أصبح نظرا، أما يقول لك برهان وأنت تقتنع به، أو يقوله لك كده وأنت إيه؟ تلقنه، فأقول لك لا، الشعور بقى اللي بيجي في لحظة استبعدنا فيها التقليد واستبعدنا فيها الإيه؟ النظر، هي دي الفطرة. فهو لازم من لوازم الإنسانية وصفة من صفاتها الذاتية اشتبك بها اشتباك اللحم بالعظم وسرى في قواها سريان الدم في الجسم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. جايب نقول جميلة في هذا المعنى، هنخليها المرة الجاية إن شاء الله، بس عايزين نقف عند نقطة هنا ما اتكلمش عليها الإمام القاسمي رحمه الله، وهي مهمة جدا ولطيفة لها ارتباط بموضوعنا اللي هنتكلم فيه. قوله تعالى لا تبديل لخلق الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو إيه أو يمجسانه، هل الفطرة تتبدل أم لا؟ والجمع بين الآية والإيه والحديث. بعض العلماء قالوا احنا يعني ما حدش يقدر يغير فطرة المولود، أن يولد بفطرة أخرى، قالوا ده معنى الآية، لكن ممكن بعد ما تولد وبدأ يلقن شيء يغير إيه فطرته. يبقى أحد الأقوال أن الفطرة لا تبدل في حق المولود الجديد، ولكن تبدل في حق إيه؟ من علم غير الفطرة ولقن غيرها. وقول تاني وهو الأرجح التاني بيقول إيه؟ الفطرة تتغير ولا تتبدل حتى في حق من لقن إيه؟ غيرها. الفرق بين الاتنين إيه؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إيه؟ يعني يقعد يلقنه ده بيكتم الفطرة مش بيلغيها، بيغيرها مش بيبدلها. يبقى كده كأن في تغيير وفي ايه تبديل، بيلقنه غيرها فتتغير، تتغير مقتضاها لكن تفضل موجودة جواه، ولو انت تركت لها المجال تظهر تاني. يبقى الفطرة لا تتبدل حتى عندما نلقن غيرها، وهذا هو الأرجح وهو الأكثر يعني جمعا بين الأدلة وهو المشاهد. وبالتالي احنا الذي علم الشرك بنفضل عندنا أمل نرجعه للتوحيد بدلالة الفطر، واللي لقن الجريمة بيبقى فيه أمل نرجعه إلى مكارم الأخلاق و الى غير ذلك بدلاء باستعمال سلاح الايه الفطره. وقلنا الطب اللي كان لغايه وقت قريب، وطبعا الاطباء المسلمون على هذا عنده، ان الذي ابتلي بداء الشذوذ الجنسي يمكن ترجعه لفطرته تاني، تظبطه مره ثانيه، لكن لما بدلوا ده هو بقى بيحاول يخلي التبديل ده اصل يمنعك من انك انت تعالجه. ويقول له بتعالجه ليه؟ وليه عايز تعالجه؟
طب ما هو هو بيقبل العلاج وكان بيقبل والى الان كما ذكرنا الحالات دي يعني. لا لان هم نفسهم بقى تغيرت فطرهم وهم صاروا رؤوسا في الباطل وعايزين الفطره ان هذا التغير في الفطره يصبحوا اصلا فمانع اللي ما كان مقررا عندهم من ايه من اساليب لعلاج تلك الايه لعلاج هذا التغير الطارئ على الفطرة. يبقى إذن الراجح أن يمكن للبشر لبعض البشر أن تتغير فطرته بأن تكتم ولا تتبدل تبديلا نهائيا. بنقول تغيير وتبديل من باب التنوع في الاصطلاح، ولكن المقصود هنا ايه؟ ان التغيير بيكون طارئ لا يبدلها من اساسها، ممكن يكون تبديل مقتضياتها او اثارها ولكن تبقى كامله في الايه؟ في النفس، او نقول من باب التنوع في انها تتغير ولا ايه؟ ولا تتبدل، او نعني بالتغيير تتغير اثارها ومقتضياتها بما لقن الانسان تلقينا يخالف مقتضى الفطره. ولكن أحد الأشياء في علاج الانحرافات عن الفطرة إنك تحاول تستبعد دور التلقين ودور الإيه؟ ودور النظر الغير صحيح، وتخلي الفطرة بس لوحدها. يعني كانوا من ضمن الحاجات مثل الأطباء النفسيين بيعالجوا بيها مرض الشيزوفرينيا، أنا يعني كما لاحظت بحاول احط الاثنين جنب بعض انهم متشابهين، ولان اللي عايزين يقلبوهم يسبوهم انهم مش مرض نفس الايه؟ نفس الجهاد. فكان اهم حاجه عنده ايه؟ بيقول للي حصل له انحراف ده لو عادت بك الكره الى الوراء كنت تختار تتعامل بمقتضى جنسك الطبيعي ولا تتعامل بخلافه؟ وكل الأطباء بيسأل السؤال ده هو تقريبا شبه متأكد من الإجابة إيه؟ إنه كان يتمنى إنه هو يتعامل مقتضى جنس الطبيعي. فيبتدي يقول له طيب في إمكانية لكده، بس الأول تدرك إن الوضع اللي أنت عليه ده إيه؟ غلط ومحتاج علاج. طب العلاج ده بقى جزء سلوكي، جزء نفسي، جزء يعني الأدوية الكيميائية أو جزء بدني ومادي إلى غير ذلك من الأمور. فهي نفس القضية هنا، فإذا بتبقى الفطرة موجودة أثرها ممكن يتغير لصالح تلقين مخالف اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ فأبواه يهوداني أو ينصراني أو إيه؟ أو يمجساني. أحد طرق العلاج، بل العلاج الرئيسي لأي مرض في انحراف عن الفطرة، هو أن نحاول نرجع لنزيل الصدع عن هذه الفطرة، نحاول نعيش الإنسان في جو الفطرة بس اللي مؤثرة عليه، أو على الأقل نقول له بس طب استبعد الأثار دي كلها وشوف لو الفطرة لوحدها مقتضاها إيه؟ أدركت إن في مشكلة، طب تعالى نعالج. يعني أنا الملحد اللي هنقول له والله مش عارف الطيار مين في الحرب العالمية الثانية طيارته اتحرقت فلقى نفسه بيقول يا الله مع إنه كان سوفيتي ملحد مش عارف مين كان كذا، قصص كتيرة موجودة. أنا مش بنطمع إنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس أنا عايزه على الأقل يكون إيه؟ أدرك هنا إن في مشكلة، طب نبتدي نتكلم تاني بس بعد ما ادركت ان ايه؟ ان في مشكله. فعلى الاقل انت بتقول له تعالى نختبر حالك بعيدا عن او حال اللي امكن وضعه في ظروف ما يبقاش فيها التلقين الخاطئ او النظر الخاطئ او ما فيهاش لا تلقين ولا نظر لا صحيح ولا خاطئ. في الفطره بس اللي بتحركه. ادركت كده ان انت كانسان طبيعتك انك تقول انك خالق، طيب ليه انت بقى ما بتقولش كده؟ هنلاقي شبهات، هنلاقي تلبيسات، هنلاقي تلقينات، هي دي اللي ايه ممكن تتعالج حينئذ. يبقى احنا ما زلنا في، وزي ما قلنا احنا عموما بصفه عامه محتاجين نطول جدا في اثبات وجود الله عز وجل.
اتفقنا على الجزئية دي خلاص. وبرضو جوه دي هنطول جدا في استعمال دليل الفطر قبل ما نروح لدليل الايه النظر، عشان نضع الاشياء في مواضعها. هي الاشياء في مواضعها، هي دي طبيعة الاشياء، وهو ده الترتيب الطبيعي للحجج. فخلينا نستعمل هنا في موضوع دليل الفطرة اسلوب الاطناب والتكرار مع شيء من تنويع هذا التكرار، سواء في النقول او في طريقة العرض او في المداخل، حيث يستقر الامر على النحو الذي يعني يكون في نفس السامع القناعة التامة بهذه القضية الفطرية. نسأل الله تعالى أن يرانا حق حقا ونرزقنا اتباعه، ونرزقنا اجتنابه، ألا يجعل ملتبسا علينا في المضل. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.